هذا مطار خوشم خوشموي. الحين صالة الانتظار، شوف الطيارة هناك. ما في ماكو هني حدود، كل شيء مبطال، كل شيء مفتوح، الكل يشوف الثاني. هذه قاعة الانتظار، لا هذا الجيت، جيت نمبر 2. واي فاي، واي فاي فري، واي فاي وعصير جميع انواعه، كل شيء فري مثل مطار الكويت بالضبط. بسكوت، حلويات، عصير، الكاكاو، ايس تي، ليمون جوس، كابتشينو. هذه طيارة صغيرة هناك جاية، ما ادري بتصير. يعني انا لو اروح لها مشي واتعلق بجناحها عادي، ما حد يردني ولا حد يوقفني. كل شي فري، قهوة، هوت شوكليت، وخاد جوازي وفلوسي وجنطتي هناك بروحهم. امان. اذا ما عندك لابتوب تقدر تشبك هني فري، موفرين لك كمبيوترات وكل شيء فري، وفي هناك سوق حرة. وتقدر تمقط رويلاتك وتمددهم نفس الحجي والحجية، ناطرين رحلتهم على ما تيجي. يا سلام يا سلام، ودك تيجي من الكويت وتقعد تسكن بالمطار بس، ما يحتاج تروح فندق ولا تسكن فندق، بس تقعد هني. قاعد بحديقة، ماكل، شارب، نايم، شابك فري، متمتع بالمناظر فري. هناك جيت نمبر 2، هذا هني جيت نمبر 1. مالك محطري، مالك مكان، رحلة، رحلتي من جزيرة خوسمويت لبانكوك. وهذا القطار يوديك لشاليهك، قصدي لطيارتك، نفس مال الخيران.
طبعا.